نتمنى نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تنزيل الصور في انستغرام. قم بتخطون على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بتخطون على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تطبيق انستغرام، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق انستغرام. سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم انستغرام. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة.